اهلا بحضراتكم من جديد. مستمرين في انه لا حفله او لا احتفال قبل الحفله. خلينا نقول ان الاهلي لغايه كنا دلوقتي بنقولها ايه؟ المصطلح ده بتاعنا. لا ما تصطادش ما تشويش السمك قبل صيدها. ما تشويش السمك قبل ما تصطاده. صحيح. فهو صحيح. طيب الاهلي حتى الان ما اعلنش عن اي اسماء لصفقات الموسم الجديد، يمكن طاهر محمد طاهر لاعب المقاولين هو اللي الناس عرفته ولبس الفانيلا وتم الاعلان عن صفقته وقتها واعلنت بشكل شبه رسمي. طاهر محمد طاهر دلوقتي موجود مع المقاولين قدام الاتحاد في مباراه في كاس مصر. يعني مش في الاهلي. الصحافه والاعلام والبرامج حتى في المغرب اتكلمت على انتقال بدر بنون المدافع المغربي مدافع الرجاء للنادي الاهلي. لا الاهلي اعلن وبنون دلوقتي موجود في الدار البيضاء وبعثه الرجاء ما جاتش لانه عندهم النهارده اعلنوا انه عدد اصابات كورونا وصلت ل 15 لاعب. يا نهار ابيض. ربنا يشفيهم ويعافيهم. فبالتالي تم تاجيل المباراه. يعني بدر بنون موجود في المغرب ما جاش. كويس. الاقي مثلا عشان تشوفوا فن صناعه ازمات الاهلي وازاي تقدر تصدر ازمات من بدري قوي قوي. النهارده في الجمهوريه اعاد اكتشاف قفشه وهاني موسيماني طمعان في الوداد من تاني وبنون تحت المنظار وفتحي خارج الحسابات. بنون تحت المنظار يعني الجمهوريه بتقول انه بنون تحت منظار الاهلي. الاقي كمان في الاخبار بابا فاسيلو المدير الفني لوادي دجله بيسالوه عن بيكهام احمد رمضان بيكهام مدافع الدجله قال لهم حتى الان بيكهام في دجله. يبقى احنا متفقين انه طاهر موجود في ملعب المقاولين، بدر بنون موجود في الدار البيضاء، وبابا فاسيلو مدرب وادي دجله قال لك بيكهام معايا لغايه دلوقتي ومستمر في الماتشات لنهايه الموسم. كل ده ويطلع الاهرام المسائي يقول لك موسيماني يخطط للموسم الجديد وبنون وطاهر وبيكهام يرفضون الدكه في الاهلي. جابوهم الاهلي بس هو وبيتشرطوا. ما ذكرش اكرم توفيق في ال وما حطش اكرم في العنوان لكنه قال في المتن جاب سيرته. قال انه الرباعي احمد رمضان بيكهام بدر بنون وطاهر محمد طاهر واكرم توفيق اللاعبون الجدد اشترطوا المشاركه كاساسيين في بدايه انضمامهم. جميل جدا. الناس ما جاتش ولا جت واشترطوا والاهلي وافق. امال جم ليه ازاي؟ ما هو بيقول لك جم. يعني مش هم جم. يبقى الاهلي وافق. يبقى دلوقتي الاهلي قدامه سبع لعيبه يحطهم على الاربعه دول عشان يكون فرقته. اربعه وجون كمان خمسه. اربعه. وفي حارس مرمى ما اشترطش. ما عشان ده موجود عندك من الاول، لكن اللي انت جايبه من بره كان زمانه الشر. ايوه. هو دي النقطة، يعني الناس اللي بتكتب كده راح عمل حديث مع اللعيبة دي وهو في لعيب على مستوى العالم مهما كان مستواه وحجمه يقدر يقول أنا رايح بس ألعب أساسي. قضية المشاركة لسبب بسيط جدا يا أستاذ إبراهيم. لو أنا لعيب جامد جدا مش محتاج أقولها. أن مستواي هيفرض وجوده. طب لو انا لعيب مش جامد جدا ورايح على لعيبه جامده جدا وعارف ان في لعيبه جامده جدا مش هقولها برضو. لازم اناضل واقاتل. مفيش لعيب في الاهلي وفي الانديه الكبيره اللي هي بتنافس على البطولات واللي كل معظم لعيبتها دوليين. يعني انت بتتنقل على نادي لعيبته معظمهم دوليين في منافسه. محدش يقدر يقول كده. فالصحفي الذي يكتب هذا يا إما يعني عنده حاجة في دماغه عايز يوصلها رسالة ما، يا إما بقى مجرد إن أسبق الناس بخطوة وأقول كلمة مثيرة للجدل. لأن ملهاش معنى. أنت يعني دي على فكرة مش في صالح اللعيبة إن يتقال الكلام ده عليها وهم نفسهم يرفضوا هذا. طيب أنت كمستشار تسويق بقى بخبراتك ما حصلش إن لعيب وأنت بتفاوضه مستحيل يكلمك ان انا هلعب؟ مستحيل. ده كان المساله في نسبه المشاركه. ما تشيل لنا نسبه المشاركه.
يعني كان الجدال لبعض اللاعبين الكبار اللي هم في مراحل معينه انك هتاخد نسبه كذا في المية من عادك لو شاركت. في 25% مشاركه. وال 25% دي بتتحسب ازاي يا استاذ ابراهيم؟ لو شاركت 75% في الماتشات. طب وبتشترك في الماتشات ازاي؟ لو رجلك عدت الخط ان شاء الله في الدقيقه 90 بيتحسب لك ماتش. اذا نسبه المشاركه حتى فيها من السهوله ان معظم اللعيبه كويسه بتكمل نسبه مشاركتها. فيها مرونه. ما حدش بيتخصم منها حاجه. فدي كانت حتى بتترفض في النادي الاهلي، بلاش حكايه نسبه المشاركه دي عشان ما تخلش النظام بتاع حتى المالي، يعني النظام المالي في الشؤون الماليه بيبقى ماشي وانت معاك الفيزا بتاعتك بتروح تقبض، عارف هتقبض ايه بالظبط. ما اظنش ان ده كلام يجب ان يقال.